معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهنجي عبد الله معروف. مرحبا بك معنا سيد عبد الله. بداية، يعني هذه التقارير التي ترد تباعا عبر وسائل الإعلام، عبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المنظمات الدولية والإنسانية المعنية بما يحدث في ميانمار والأعداد الكبيرة التي تنزح إلى بنغلاديش، هل من تحرك دولي يوازي هذا التحرك على المستوى الإنساني؟ هل من تحركات دولية مرضية حتى اللحظة بعد شهور من معاناة الروهينجا المسلمين من يعني التعرض للعنف في بنغلاديش؟ نعم، حقيقة ونحن نتابع هذه الأحداث عن كثب يوميا، وجميع التحركات الدولية حقيقة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وليست يعني على المستوى المطلوب، وليست بالمرضية إلى حد ما. حقيقة نحن ننظر ونتطلع إلى مسؤوليات ومواقف أقوى من هذه المواقف. قبل أيام ونحن نطلع لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أصدر بشار ميانمار، إذا به قرار هزيل حقيقة، وهو قرار يؤيد موقف سان سو كي في دعمها، ويدعم هذا القرار يعني موقفها خاصة في دعم الديمقراطية. وأما بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي تحصل لأخواتنا الروهنجيات، فيوم الرئيس وونشع في تقرير سابق لها أن أكثر من 80% من المهجرات من الأخوات تعرضن للاغتصاب خاصة في بنغلاديش. نعم سيد عبد الله، على كل الأحوال يعني كنت أريد أن أسألك عن بشكل تفصيلي عن من هي الدول اليوم التي تتحرك في ملف الروهينجا، وما هي الخطوات القادمة على هذا الصعيد سيد عبد الله؟ نعم، يعني حقيقة هناك يعني بعض الجهود من بعض الدول وعلى رأسها يعني دولة بنغلاديش حقيقة التي فتحت أبوابها واستقبلت هذه الأعداد الهائلة، رغم أن هذه الدولة يعني يسكنها أكثر من 165 مليون نسمة، وهي دولة فقيرة وبحاجة إلى وقفة يعني من المجتمع الدولي. قبل أسبوع في مؤتمر المانحين حقيقة نحن والله خجلنا يعني من الرقم الذي يعني دعمت من قبل الدول، يعني قرابة 350 مليون دولار، والمطلوب كان أكبر من هذا الرقم، والمأساة كبيرة جدا. وحتى المجتمع الدولي ذكروا أن هذا المبلغ ربما لا يكفي لشهرين من الزمان، والوضع هناك يعني وضع مأساوي جدا. وهناك تحركات حقيقة من بعض الدول مثل السعودية وتركيا و بنغلاديش وإمارات وبعض الدول لها جهود حقيقة، وهي تذكر فتشكر، ولكن في يعني كما يقال أن الخرق أكبر من الرقعة، والمأساة كبيرة جدا، ونطلب إلى يعني وقفات حازمة من كثير الدول. نحن يعني موجودين يوميا في حرب الميدان، وسنكون إن شاء الله هذه الليلة فيها على الحدود بين اللاجئين إن شاء الله بإذن الله، وسنتحدث إليكم إن شاء الله تباعا من هناك إن شاء الله، ونجسد لكم الواقع الحقيقي حتى يحصل. ونحن لم نجد إلى يومنا هذا المنظمات الأممية مثل المفوضية العليا اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها، لم نجد لها يعني في أرض الميدان حقيقة ولا أي جهد يذكر حقيقة. والجهود إلى الآن التي يعني تقدم هي من مؤسسات المجتمع المدني ومن بعض الأفراد. نعم، نتمنى ذلك، وأن يكون هناك حل قريب فعليا لما يحدث لمسلمي الروهينجا من أزمة إنسانية كبيرة على مستوى الأرقام وعلى مستوى المعاناة. شكرا جزيلا لك السيد عبد الله معروف، معنا عبر الهاتف، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي.